اليوم لاعبا مع فريق نادي العين. الله على ايام كان فيها مستر هاتريك. طبعا حاضر. هذه كره جميله للامام الان ومحاوله خطيره. الله الحالات ورجل كل الظروف. كرة جزراوية جميلة من عمر التراوري. هذه المرة علي مبخوت أمام المرمى ما يضيع. ضيع في الأولى ما ضيع في الثانية. هذه الكرة طبعا هذه الكرة ونهايتها نهايتها كانت البداية من عمر التراوري وبعد ذلك وضع الكرة في المكان السهل. نعم ما فكر في نفسه فكر في الجزيرة فكر في زميل. يدعون بالتوفيق لكوجو لابا. لابا لابا يضيع لابا يضيع لابا يضيع وخصيف خصيف في ليلة ليست كبقية الليالي. كرة من ضربة ركنية تلعب الآن وتعود وصافرة على وجود خطأ. اي نعم ليلك ليست كبقية الليالي ومناسبة ليست كبقية المناسبات. شوف خصيف طار لها خصيف ابعدها بقبضة اليد خصيف وحولها بالتالي الى ضربة ركنية. ضربة ركنية في هذا التوقيت في هذا التوقيت. نعم نعم مباشرة ايضا للاعب مختلف اتكلم عن بيلوش قوية. الله يقرب الجزيرة يقرب الجزيرة الجزيرة في ملعب البطولات يقترب من بطولة الدوري الثالث. نعم قوية قوية جدا 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 لدرجة أن خالد عيسى ما تعامل معها إطلاقا وبالتالي مرت قوية وسجل سادس أهداف. الله الله